من ساحات التظاهر ومن خيمة ناشطين النجف الأشرف. هاي وحدة. والله والله اسمع اسمع يا مسؤول، يا بكت الشعب، يا حرامي، يا بكت الفلوس اللي نهبتهم. أمس عائلة طلعت ثلاث بنات خطية وأبوهن سكر عدة ومعوق والأمية ميتة، التقوا بيهم راحوا للحوش، الحوش خرابه، قالوا لهم شوف طرتوا وحق هذا أمير المؤمنين، طلعوا قدر المذرودة خبز ومي والبنات يبكن. شوف فين وصلنا يا مرحلة، احنا شعب العراق 60% 65% خليتوه فقر، ما كان فقر، من وراكم شبع ضيم وفقر. شوف البوق شلون تتفننون بيه، قاموا يبوقون بمن يبوقون، سووا مستشفى بأي محافظة هسه مثل الديوانية، يريد يسوون مستشفى، ست طوابق المستشفى هي كذب طبعا بس بأوراق، قال لك أنا جايب لي مستشفى، بنوا المستشفى، الدور شو يسوون؟ يأثثوها، طبعا هي مستشفى ماكو بس بالورق، أثثوها، الدور شو سووا بعد؟ جابوا كادر طبي على أساس، وسووا موظفين، هي كلها كذب. اسمع يا شعب، كله كذب كذب. شوف وين وصلنا مرحلة، شوف البوق شلون تفننون بيه. هذول الساعة قاعدين بالقصور فلل ومسابح بالبيوت وبالفلل، والواد مكاتل الجوع وبياكل شعب العراق مذرودة. قبلوها يا شعب، مو على المسؤول، المسؤول بالله يقبلها لأن هو حرامي نشال، بس ما بغالكم شي، ثورتنا مستمرة وإن شاء الله ورا هذا الشهر الكريم إن شاء الله، والله والله باقين ومستمرين. باسم الدين، باقون الحرامية، باسم الدين، باقون الحرامية.